اسمي أميرة يسري، عندي 23 سنة، طولي 153 سنتي، بعاني من مشكلة السمنة بقالي حوالي 5 سنين، وبخاف جدا من أوضة العمليات. فلحد ما شفت دكتور كريم في التلفزيون ولقيته عمل حالات مشاكلها صعبة جدا وأوزانها كبيرة جدا، فحبيت أعملها. فوالدتي سبقتني وعملتها، وهي اصلا صحتها كانت اسوأ مني بكتير وعندها مشاكل كتيره جدا، فدوت خلاني اخد قرار ان انا اعملها، وما خفتش ورحت اتفقت مع الدكتور، وان شاء الله هعمل عمليه تكميم قريب جدا، وانا مش خايفه ومبسوطه ان انا هعملها، ودكتور كريم مطمني جدا، وبصراحه هو دكتور فوق الممتاز، وانا مرتاحه جدا يعني ومش خايفه خالص. بسم الله الرحمن الرحيم، انا دكتور كريم صبري. النهارده هنوريكم مجموعه عمليات كتيره، منها تكميم معده، منها تحويل مسار، منها بالونز، منها اصلاح عمليات السمنه السابقه. الحقيقه طبعا في اوزان اللي هي اميره 95 كيلو على طول 153 سنتي، الحسبه معامل كتل الجسم اكتر من 35، وابتدينا نشتكي من مشاكل من السمنه. احنا مش لازم يكون وزننا فوق ال 200 عشان نبتدي نعمل عمليات السمنه، لكن لازم ان احنا نعالج السمنه as early as possible، بحيث ان احنا نعالج كل المشاكل اللي قد تكون في مشاكل في الانجاب، مشاكل في يعني يمكن صعوبه في النفس اثناء النوم، مشاكل في قد تكون اجتماعيه من الدرجه الاولى، يعني عايز البس كويس، عايز اتحرك كويس، عايز امارس رياضه، عايز يعني امارس حياتي الطبيعيه زي الانسان الطبيعي. ف يعني عمليات انقاص الوزن قد تعالج مشاكل اجتماعيه وقد تعالج مشاكل صحية، منها السكر والضغط وارتفاع الكوليسترول ودهون الكبد، وفي مشاكل في المفاصل وصعوبة في الحركة. كل دي حاجات بتجرى خلال فتحات صغيرة، يعني عملية تكميم المعدة هي عملية بتجرى خلال فتحات صغيرة، قامت يوم واحد في المستشفى. العملية نفسها ما تاخدش أكتر من ربع ساعة نص ساعة، وبعد العملية إن شاء الله نطمنكم عليها بالسلامة، وهنوريكم مجموعة عمليات كتيرة النهاردة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، انا دكتور كريم صبري. انا بس هوريكم خلال فتره قصيره جدا كيفيه التحضير لعمليه تكميم المعده. عمليه تكميم المعده هي عمليه سهله، الهدف منها انقاص الوزن، بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره، وهوريكم دلوقتي الالات اللي احنا بنستخدمها ل يعني فصل المعده عن الدهون، ويمكن كمان قص الجزء المعده وعزلها عن الجزء اللي احنا بنبقيه. المستهلكات كلها امريكي طبعا، احنا بنستخدم دباسات، يمكن الحاجات اللي هي في السوق المصري كلها هي دباسات امريكي، يا اما كوفيديان او جونسون. الدباستين مختلفين عن بعض شويه في التكنولوجي، يمكن دباسه جونسون دي الغيارات بتاعتها فيها الوان مختلفه شويه بتستهلك، وده يمكن الدبوس اللي احنا بنستخدمه، طوله يمكن 6 سنتي. 6 سنتي دول احنا بنركب الدبوس بالطريقه دي، وبعد الدباسه ما بتدخل تدبس بتدبس وتقص ونشيل ده كمان ونحط واحد تاني طوله برده 6 سم الى ان تنتهي المعده، خلال يعني ممكن تختلف بقى من 5 6 غيرات او 7 غيرات في بعض الناس اللي هي معدتهم اكبر شويه. الدباسه دي كوفيديان، هم ما بيفرقوش عن بعض، يعني التكنولوجي بسيط خالص. دي برده بنفس الطريقه، هو ده الدبوس بتاعها برده 6 سم، بنستخدمه بالطريقه اللي زي دي، بنركب الدبوس عادي خالص، وبعد برضو ما بيدبس بنطلعه وبنركب واحد تاني. فالدباسة قد تستخدم لمجموعة من الدبابيس اللي هي بتخلص لنا طول المعدة زي ما هنشوف بعد شوية. ده جهاز الليجاشور، ده ادفانسد بايبولر تكنولوجي، اللي هو يعني بيفصل الدهون عن المعدة بطريقة آمنة، ما يكونش فيها أي نوع من النزيف وما يكونش فيها أي نوع من المشاكل. طبعا يعني السمنة لابد فيها من استخدام كل المستهلكات الطبية الحديثة، اللي هي يمكن أحسن حاجة ويمكن أكتر حاجة ابديتد في العالم. كل العالم كله بيستخدم نفس التكنولوجيا اللي احنا بنستخدمه، عشان كده ربنا بيوفقنا الحمد لله لأعلى النتائج. دي طبعا المعدة اللي احنا بنفصلها عن مجموعة الدهون دي طبعا الدهون دي بتبقى متفاوتة من عيان لعيان حسب الأوزان،
ودي طبعا احنا لازم نفصل المعده عن الدهون عشان بعد كده نفصل المعده الى جزئين، المعده الجديده والمعده المتبقيه او دي قبه المعده وده جسم المعده ونهايه المعده اللي هو الانترم. كل ده لازم يتشال بنسبه قد تصل الى 80%. دي الطريقه اللي احنا بنفصل بيها الدهون باستخدام جهاز الليجاشور، وده جهاز زي ما قلنا نوع متطور من اجهزه الكاي ادفانسد بايبولر تكنولوجي، اللي هو بيفصل الدهون عن المعده زي ما احنا شايفين بجود هوميستيز، مفيش اي نزيف مفيش اي مشاكل، الامور يعني يمكن بسيطه باستخدام كل التقنيات الحديثه. الخطوه الثانيه من العمليه ان احنا بندخل جهاز البوجي اللي هو بياخد حجم المعده اللي احنا هنسيبه، نحط شاشه ونسيبها لنهايه العمليه. بعد كده بندخل بقى جهاز البوجي اللي هيتم الفصل المعده على المقاس بتاعه، زي ما احنا شايفين ان هو واخد حجم المعده عشان نبقى مطمنين. دلوقتي تم عزل الجزء، هي لبست وعزلت في نفس الوقت، ودي التكنولوجي المستخدم في طريقه اللي هي تكميم المعده. احنا زي ما شفنا العمليه سهله جدا، في خلال 10 دقائق بيتم عمليه التكميم. احنا فصلنا الدهون زي ما وريناكم عن المعده، بقيه المعده فصلناها عن المعده الثانيه اللي احنا هتتبقى، وفصلناها باستخدام الدباسات اللي احنا وريناها لكم، الدباسات الامريكي بتقص وتلحم في نفس الوقت، يعني تقص وتدبس ثلاث صفوف على اليمين وثلاث صفوف على الشمال بالطريقه اللي احنا شفناها دي. دي المعده اللي هتتشال في المنظر ده، هنشيلها بنطلعها. بتسالونا طبعا احنا بنطلعها ازاي، بنطلعها من البورتات اللي هي خلال فتحه ال 2 سم، بيتم يعني تصغير المعده دي عصرها شويه وبنشفط السوائل اللي فيها وبنحاول نطلعها من نفس البورت الصغير عشان ما نعملش فتحات جراحيه. ما تبقى من المعده اللي احنا شايفينه دلوقتي بنعمل له اختبار تسريب عشان احنا بنخاف من التسريب في كل عمليات الجراحه. فاحنا دلوقتي بنحاول نحط الدبابيس تحت ضغط جامد، يعني بنحاول نعمل المعده نخليها عباره عن بالونه ونشوف احتماليه الدباسات والدبابيس دلوقتي واحنا داخل العمليه عشان نتفادى يعني التسريب. زي ما احنا شفنا كده المعده دلوقتي عامله زي عباره عن بالونه، يعني لو في اي مشكله في الدبابيس بتبان دلوقتي لان احنا حطينا تحت بريشر عالي جدا. المعده زي احنا شايفين احنا خدنا جزء كبير جدا من جسم اللي هو نهايه المعده الانترم. المعده ستريت زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده، ستريت مفيش دبوس طالع ودبوس نازل، امورنا كويسه خالص الحمد لله، مفيش اي تسريب مفيش اي نزيف. بنطلب من دكتور التخدير كمان ان هو يعلي البريشر، يعلي الضغط شويه عشان لو في نزيف لا قدر الله يبان داخل العمليه ونقوم يعني نوقفه اثناء العمليه، ما نسيبش العيان لظروف ما بعد العمليه. زي ما احنا شايفين اميره خرجت من العمليات الحمد لله بسلامه، بقى لها ربع ساعه دلوقتي من العمليات، العمليه كلها خدت يعني حوالي ربع ساعه نص ساعه بالاثاقه يعني، وهي الحمد لله يعني بقى لها فتره قصيره. احنا بعد ساعتين بنتمشى في الطرقه يعني في المستشفى، ست ساعات بنبتدي نشرب، ثاني يوم اقل من 24 ساعه بنبتدي نخرج ونروح بالسلامه البيت. الحمد لله العمليه يعني زي ما قلنا بتعمل بالمنظار خلال فتحات صغيره، اقامه يوم واحد في المستشفى، دي تكميم المعده، ويمكن العمليات اللي احنا شفناها النهارده كلها ما بين تكميم وبين تحويل كل العمليات كلها في وقت قصير. واحنا عايزين نوصل لكم رساله ان عمليات السمنه هي عمليات امنه تماما، بتجرى بالمنظار، مفيش فتحات خالص في البطن بالفتح الجراحي يعني، ويعني النتائج بتاعتها هايله جدا. يعني بعد شويه برضو هنوريكم حاجات تانية في التصوير ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اسمي اميره يسري، 23 سنه، 155 سنتي. انا كنت 95 وخسيت 15 كيلو، بقيت 80 كيلو في خلال شهرين بس من غير نظام غذائي ولا اي حاجه، وانا مبسوطه جدا ان مفيش اي ضغوطات من يمه الاكل، وباكل كل اللي انا عايزاه بكميات قليله جدا، والحمد لله بقيت البس احسن وعاجبني شكل جسمي اكتر، وخسيت 15 كيلو في شهرين بس والحمد لله في نزول. واي حاجه بسال دكتور كريم بيجاوبني، هو متابع معايا كل حاجه وفي كل وقت بلاقيه يعني موجود، ما بيتاخرش عني. وانا بشكر دكتور كريم جدا، وبنصح اي حد عايز يعمل عمليه ما يقلقش خالص ويجي عند دكتور كريم، هو دكتور كويس جدا وفوق الممتاز. متشكره جدا لدكتور كريم.
مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار. أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم. كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. مساء الخير على جميع مشاهدين اتغير مع يومنا. حلقة جديدة هنقضيها مع حضراتكم، هنتكلم فيها مع السيدات وهنتكلم فيها مع الرجال. بس خلوني أبدأ حديثي مع السيدات الجميلات، ودايما المرأة هي بتكون أساس كل شيء جميل في الحياة، دايما بتكون مصدر الطاقة الإيجابية. هو ده المفروض أكيد إنها تكون مصدر الطاقة الإيجابية ومصدر السعادة لكل من حولها. المرأة هي نبع الحنان والمحبة، لأنه باختصار هي والدتك وهي زوجتك وهي أختك وهي بنتك وهي حبيبتك وصديقتك وكل حاجة حلوة في الدنيا. يعني هي النصف الحلو في المجتمع فعلا. فأنا بشوف أنه المرأة لازم تهتم بنفسها بشكل كبير جدا، لازم تدي لنفسها حقها، لأنه في سيدات كتير جدا في المجتمع للأسف نسين نفسهم خالص، مهملين نفسهم خالص، بتاخدهم الدنيا وظروف الحياة والضغوطات بتاعت الحياة وينسوا نفسهم خالص، وده كله بيجي على نفسيتهم، على حساب نفسيتهم وعلى حساب صحتهم وعلى حساب إنتاجهم في المجتمع. يعني بشوف ستات كتير جدا مثلا بتبعت لي تقول لي أنا الحقيقة كنت جميلة جدا وكنت بهتم بنفسي، بس اتجوزت وخلفت وي 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 وشكلي اتغير خالص، وأنا دلوقتي متضايقة ونفسيتي تعبانة ومكتئبة. طب ليه من البداية ما ندي لكل حاجة حقها؟ وده ده ده يعني ده واجبنا إنه إحنا ندي لكل حاجة حقها، بس في نفس الوقت ندي لنفسنا حقنا، يعني ما نهدرش حقنا. كل الستات دلوقتي بتسعى ان هي تكون جميلة، بتسعى ان هي تكون شكلها حلو، تهتم بشكلها، تهتم بمظهرها، بلبسها، بوشها. ويمكن من اكتر الحاجات اللي الستات كلها بتهتم بيها جدا، على اختلاف بقى الثقافات واختلاف المستويات واختلاف الطبقات وكل حاجة، هو الوش. الوش ده مرآتنا للمجتمع زي ما انا دايما بقول. يعني هتلاقي السيدة مهما على منصبها او حتى لو كانت هي ربة منزل، كل الستات بتهتم بشكلها وبجمالها، وخاصة الأيام دي أنه ظهرت تقنيات حديثة جدا ساعدت كل الستات أن هي تحصل على النتيجة اللي هي عايزاها من خلال خطوات بسيطة جدا ودقائق بسيطة جدا في خلال اليوم. في الفترة الأخيرة ظهر كريم عمل ضجة كبيرة جدا، عمل يعني بقى حديث النساء في كل مكان، وهو كريم ماسي دورو جولد اللي هنتكلم عنه النهاردة في حلقتنا دي، وهنعرف ايه هي المكونات بتاعته وايه هي المشاكل اللي بيعالجها وامتى نحصل على النتيجة اللي احنا عاوزينها، مع ضيفتنا العزيزة اللي منورانا النهاردة دكتورة هند نصير، احد اعضاء الفريق الطبي في شركة ماسي فارم. يا اهلا يا دكتورة هند. اهلا بك يا يوم، وحشتيني في دريم. والله وانتي كمان. ايه الاخبار؟ الاخبار الحمد لله. اخبار الفيدباك بتاع ماسي دورو جولد ايه معايا؟ هو ماسي دورو جولد طبعا كريم السحر والجمال زي ما انت قلتي كده، وبعدين في الفتره الاخيره كمان بقى ناس كتير بتسال هو ليه ماسي دورو جولد؟ يعني ليه بالذات الكريم ده؟ ليه المنتج ده اللي عليه العين؟ ليه الناس كلها الاحاديث كلها جايه عشانه؟ دايما في التجمعات في المجتمعات، والله مش نسائيه بس، كمان رجاله بتسال ورجالية. ورجاله كمان بتسال انتوا حاطين ايه ماسي دورو جولد؟ طب وريني كده بيعمل ايه بقى. كمان حتى الرجل حابب ان هو شكله يبقى اجمل طبعا، وحابب ان في كل الفاين لاينز والكلام ده كل ده يروح. ماسي دورو جولد هو مختلف عن كل الكريمات اللي موجوده في الماركت، لان ماسي دورو جولد فيه كافيار، فيه كولاجين، فيه سيراميد، فيه هيرونيك اسيد، كل المحتويات الموجوده في ماسي دورو جولد تخليه هو كريم الذهب،
كمان احنا لسه هنتكلم عن المكونات حاجه حاجه. أوه. بس انتوا الشعار بتاعكم يا دكتوره هند كان انه او هو انك لما تستخدمي ميسي دورو جولد شكلك هيصغر 10 سنين. أوه. اشتغلتوا ازاي على الشعار ده خاصه انه انا عارفه انه قعدتوا 6 سنين في ايطاليا تصنيع وابحاث وتجارب وحاجات كتير قوي. اه طبعا ميسي دورو جولد هو كله ميدن ايطالي. يعني الكريم نفسه المنتج ميدن ايطالي مش يعني ولكن كمان الريسيرشز اللي احنا قعدنا نشتغل بيها 6 سنين علشان يطلع الكريم بالجوده دي هو يستحق ان هو ياخد الشعار بتاع انت افضل 10 سنين او اصغر او اجمل 10 سنين لانه بيديكي حاجات انت فعلا محتاجه لها. بيدي لوشك الاشعاع النضاره، انت عارفه يبقى انت وشك كده منور، اللي يشوفك يقولك يا يمنى انت منوره انت جميله انت محلويه. فلانه كله المكونات اللي فيه بتشتغل على البشره واحنا عاملينه بتقنيه النانو تكنولوجي، ودي التقنيه اللي بتخليكي كل المحتويات اللي موجوده في الكريم تمتص. وبالتالي لما تمتص تدي لوشك البريق والنضاره اللي انت عايزاها فتره قصيره جدا. خلينا نقول للناس يعني ايه نانو تكنولوجي. أوه. بالبسيط كده بالبلد، النانو تكنولوجي او النانو بارتكلز دي طريقه ليتست تكنولوجي او التكنولوجي الاخيره الحديثه اللي مستخدمه في الكوزماتكس في عالم التجميل مؤخرا علشان تقدر البشره تقدر تمتصها. اوكي. يعني احيانا بيبقى كان زمان بنحط الكريمز وتلاقيه زي ما هو موجود على بشرتك. ايوه تقيل وتقيل وكده، بعدين تيجي تحطي مكياج تحوسي الدنيا بقى. تحطي ميك اب وكده تقولي كله بيضيع. لكن في ماسي دورو جولد التقنيه دي معموله علشان الكريم احنا محتاجين ان احنا ندخله جوه بشرتنا، وبالتالي بشرتك هتبان انها فعلا اصغر 10 سنين. يعني المحتويات اللي موجوده فيها تستفادي من الذهب، هتستفادي من الكولاجين، هتستفادي من الهيرونيك اسيد، هتستفادي من كل من الكولاجين، كل الحاجات الموجوده في ماسي دورو جولد احنا بنستخدمها على البشره علشان تديكي النتيجه اللي انت عايزاها وفي فتره 6 شهور. في فترة 6 شهور دي فترة هايلة. بس خلينا نقول للسادة المشاهدين ان انتوا في الاول كده نفتح نفسهم ونقول لهم ان انتوا عاملين مفاجأة وعاملين عرض ومنزلين وعاملين خصم. عاملين خصم. تقولوا لنا ايه الخصم بقى؟ الخصم بقى ده 30%، وده الخصم يمكن في تاريخ شركة ماسي الخصم اللي نازل يعني ما حصلش قبل كده. ان في تاريخ الشركة كلها يبقى في خصم 30%، وده بصراحة حصل لان ناس كتيرة قوي كان نفسها تجرب الكريم ومش عارفه تجربه. في كريم ده يقول لك اصل الكريم ده بتاع الفنانات والفنانين، الكريم ده بتاع الاعلاميات والموزي، يعني مش متخيلين ان احنا هم ممكن يشتروه. فده الخصم ده احنا عملناه علشان فعلا كل الطبقات وكل الناس تقدر تشتري الكريم، انه عليه خصم 30%. وده زي ما انا قلت لك اول مره يحصل في تاريخ شركه ماسي كلها انه يحصل خصم بالحجم ده. 30% ده رقم كبير، وخصوصا عارفين ماسي دورو جولد وعارفين الافكت بتاعه وتاثيره على البشره. عارفين قد ايه يعني ايه 30%؟ 30% من كريم كل محتوياته يعني زي ما انا دايما بقول ملكي يعني. فخم. لان انت بمجرد ما بتستخدمي الكريم على بشرتك بتشوفي النضاره دي مع اول استخدام تستخدميه هتحسي احساس لذيذ جدا، يعني احساس السخونه ده اصل في ناس تقول لك ده لا بالعكس ده الاحساس ده انت هتحسيه، ده معناها ان الذهب نشط الدوره الدمويه. فتحسي ان الدوره الدمويه متنشطه، ودام الدوره الدمويه اتنشطت اي كونتنتس موجود في الكريم او اي محتوى بيضمن ان احنا نمتصه اسرع. بالظبط بالظبط. فبالتالي الخدود بتحمر. وبعدين ده المطلوب بقى. حلوة. انت عارفه يعني احنا زمان كنا نقرص خدودنا كده نعمل عشان يعني تبقى وشك بامبي. قال يعني بقى انت صحيه وعموره وبامبي. فلكن الكريم بيخليكي تاخدي الافكت ده من غير ميك اب. لا على فكره، وهي انا بشوف ان حاجه لطيفه جدا او حاجه في رايي الشخصي، يعني انه الست لما تغسل وشها ووشها يبقى احمر من غير حاجه خالص كده، ما اعرفش بحسه شكله أحلى. انا بحسه شكله حلو. في ناس فعلا يعني المكياج طول الوقت ده مهلك والله العظيم. وبعدين انت بتداري، طب صلحي تداري يعني ليه؟ صح يعني صلحي. انت بتداري احنا ما قلناش حاجه، يعني الميك اب حلو انا بحطه وكل الناس بتحطه وكلنا بنحط مكياج عادي، بس بس تحطي مكياج وانت برضو جميله، يعني بحيث ان انت لما تشيلي المكياج اقول الله دي بشرتها حلوه. بشرتها حلوه، مش شرط زي انا دايما اقول مش شرط تبقي يعني زي ما الكتاب قال خالص. لا خالص. وياما بقى حلوين ودمهم تقيل على فكره بقى، انا عايزه اقول لك طبعا كده. لا ده في كتير في كتير. هو ليه معروف ان الحلوين مش انا مش عارفه ليه دايما معروفش يتقال
مش عارفه والله ان الحلوين دمهم تقيل. ما انا نفسي لحد دلوقتي مش عارف، مع ان الحلوين دول يعني ممكن تكون على اساس ان ربنا ما بيوزعش الارزاق، يعني ربنا يعني بيوزع الارزاق كده يعني، اكيد هي ارزاق بقى. هي ارزاق، ممكن تبقى واحده حلوه ودمها خفيف، دي تبقى رزقها واسع. والله في كتير. فدايما انت اهم حاجه انك وشك يبقى منور، وشك يبقى صافي، على الاقل ما فيهوش عيوب، على الاقل ما تلاقيش هنا هالات سودا، ما تلاقيش مكان حبايه مضايقك، ما تلاقيش كم خط طالعين مزهقينك في الحتت دي وفي الحتت دي، ما تلاقيش الحته دي واقعه. فهماني؟ يعني واقعه دي بتضايق ناس كتير قوي. يعني ما تلاقيش مشاكل، دي اهم حاجه. يعني انا يعني اكتر حاجه طبعا بتضايق الستات جدا والبنات ان هي تكون تمام وكويسه وفجاه تقوم من النوم تلاقي ايه ده، تقول الزمن للدرجه دي، هو انا كبرت كده؟ ممكن على فكره يكون هي ما خدتش بالها لانها ما بتهتمش، بس هي لو تهتم بسيط يعني، لو تحط الكريم كل يوم شويه ترطيب للبشره، يعني شويه ترطيب، ما تبقاش البشره مشققه. احنا كمان محتاجين نغذي البشره نرطبها. ماسي دوراجول بيعمل كده، بيديكي برضو الترطيب اللي انت عايزاه، تبقى بشرتك الفاين لاينز بتختفي، لان انت بتدخلي في البشره ميه، بتدخلي على البشره كولاجين، في هيرونيك اسيد، وهيرونيك اسيد دي هي الماده المستخدمه في حقن الفيلر. فانت كريم ماسي دوراجولد خلاكي بقى انت كده مترطبه وجاهزه، والفاين لاينز دي وفريش وفريش، وخلاكي بامبي. بامبي دي انا بحب اركز عليها، بامبي دي انا بحبها. دكتور هند تحب الخدود الحمراء والايوه، تحب الالوان، بتحسسني دايما فكره ان انت تكوني روزي كده وبامبي دي بتحسسك ان انت عارفه يعني ايه، مديها لبشرتك جمال حتى لو انت صح بدون مكياج. جاذبيه مديها جاذبيه. فعلا. اقول لك على حاجه، هو الوش لما يكون مطفي وضل وانت ممكن تكوني صغيره في السن طبعًا. لكن وشك مطفي قوي كده اللي يشوفك يقول يا عيني دي معجزه قوي. ده يعني دي بتبقى كذا كبسه جامده قوي دي يعني بصراحه، تلاقيها صغيره. انت مش في ناس تلاقيهم صغيرين يا يمنى وتديهم سن اكبر كتير، وتديهم سن اكبر؟ لا، والاحراج بقى لما مثلا تبقي واحده تقولك تديني كام سنه. انا بحس ما بقتش ادي دلوقتي للناس سن. انت قللي على قد ما تقدري، حتى لو انت شايفاها عندها 100 سنه ولا اسال حد اقول له انت تديني، مش عايزه بقى يقول لي لكن فهو بياكل من سنك 10 سنين بالزبط. علشان لما الدوره الدمويه بتشتغل سبحان الله. طبعا يعني الماء ده الكافيار اللي موجود في الكريم الكريم فيه كافيار، فالكافيار ده في مؤخرا في الريسيرشز لقوا ان الكافيار بيحفز انتاج الكولاجين الداخلي بتاع البشره. تمام. فشوفي ازاي قد ايه انت بقى بتحطي كولاجين من بره وكمان بتنشطي الكولاجين اللي جوه، فتخيلي بقى تبقي يعني عامله ازاي، تبقي جميله. اكيد طبعا ميسي تعرف ان هو كريم الذهب، اللي حتى ما بيعرفش يقول ميسي دورو جولد بيقول لك الكريم بتاع الذهب، بتاع الذهب صح. الذهب عنصر مكون ومكون اساسي في ميسي دورو جولد. كلميني عنه شويه وقولي لي قد ايه الذهب اداله فخامه ويعني رونق. هو طبعا اول ما بتستخدمي ميسي دورو جولد على بشرتك انت فعلا بتحسي بان هو كريم الذهب، لان انت لما البشره بتسخن شويه معاكي بيزيد البلاد فلو او الدم للمنطقه دي. وبتفضلي طبعا انت، انا بحب جدا ان انت تعملي مساج دايما يعني اي كريم بس طبعا ميسي دورو جولد باكد على المساج ده، وتحسي بقى الافكت زايد. ايوه، انت بتدخلي اولا الذهب على البلاد فلو في المنطقه دي والدم كده جري في وشك زي ما بيقولوا. وبعدين تاني حاجه ان هو ابتدى لما حصل كده ابتدى يحصل لك الخلايا حصل فيها بلومبنج، ابتدت تزيد سنه الحجم بتاعها كده، لان انت نشطتي الدوره الدمويه زي ما احنا شايفين كده. دي طريقه الاستخدام اللي على الشاشه معانا اهو. طريقه الاستخدام بيستخدم ازاي بقى دكتور هاني؟ هي زي بالظبط ما البنت حطيته، بدات من تحت من عند رقبتها. اوكي، ما نزلش الرقبه خالص. ومن عند رقبتها خالص، ده بالعكس الرقبه دي حاجه مهمه علشان برده الخطوط. وبعدين طلعت على الدقن، وبعدين بعد كده عملت على خدودها شدتهم سيركيولر موشن كده طريقه دائريه مساج، وبعدين طبطبت على الجبهه. اوكي، طبطبه. اللقطه دي في لقطه انا بحبها جدا، ده اول ما تيجي تستخدمي الكريم على طول بتلاقي الوش بيحمر كده وبيبقى فيه جلو وبيبقى فيه نضاره. اللقطه دي بتبقى حلوه. هي دي. وفي كمان بعد كده في لقطه تانية ليها، قلت وانا بقى بحس بحب الشكل ده قوي.
هو ده حل، ده احلى حاجه، ده احلى حاجه، ده احلى حاجه، يعني ان انت تكوني ده شكلك كده. احنا طبعا كلنا بنعاني من الهالات السوداء، بنعاني من ان انت شكلك وانت خارجه احيانا بتكسفي تقولي ايه، لا ده لازم اداري بسرعه احط كونسيلر، لازم اداري شويه في ده في بقايا حبوب، لازم اداري شويه ده في مش عارف ايه، بتفضلي تداري تداري تداري، بتقعدي بقى ساعه قبل ما تداري، ساعه بقى، ساعه بقى، ساعه بقى، ولو جوزك مستنيكي بقى يعمل لك مشكله ويسيبك لو نازله انت وجوزك بقى انا خمس دقايق ونازله وقدامك لسه نص ساعه بالظبط، كلنا بنعمل الحركه دي بالظبط، بس بيستحملوا هم يعني بيستحملوا فبتحطي بتستخدميه. فالذهب كمان بيشتغل على صبغه الميلانين، صبغه الميلانين المسؤوله عن التصبغات بتاعه البشره، المسؤوله ان انت تديكي البقع البنيه، البقع الغامقه، كلفنا، مش حالات سودة، كل ده. فالذهب بيشتغل على كده وبيحسن لون البشره، بيوحد لون البشره بعد فتره من استخدام الكريم. طبعا الفتره دي احنا يعني قايلين ان هي ست شهور، لان ست شهور لو انت بتستخدمي الكريم ده يوميا انت هتشوفي الفرق يوميا. مش مرتين في الاسبوع ولا مره في ولا الاسبوع مرة، وانسى لما بسمع كده يقول لك ايه ده انا بستخدمه، والله ده ايه ده انا ما بعد مثلا ما استخدمته مره ولا مرتين ما حسيتش، مره ورا مرتين ايه ده كريم لا. استخدمه لا. لازم يكون يومي، لازم بشكل يومي. ده انت يوم، هو انت ينفع يوم ما تاكليش؟ لا. او ينفع يوم ما تشربيش؟ ما ينفعش. فلازم احنا بنستخدم حاجه علاجيه لازم كل يوم نستخدمها، قصدك تبقى من الروتين اليومي بتاعنا. بالظبط، يوميا الروتين اليومي ده مهم. الروتين اليومي ده انت لو ما اهتمتيش بنفسك دلوقتي هتهتمي امتى؟ انا عارفه وملهاش علاقه بالسن، ده انت لو والله عندك 100 سنه والله اتبستي والله. شوفي الدكتوره هند بتقول لكم ايه، اتبستوا واهتموا بنفسكم ودلعوا نفسكم، الدنيا مش مستاهله خالص. ويعني انت في الاول في الاخر لما بتزعلي او بتتقهري على نفسك انت اللي هتتقهري على نفسك، هيبان على وشك قوي وهيبان على نفسك. والشكل يعني الواحده لو حاجه قد كده في شكلها بيجي لها اكتئاب، وبتفضل كاتمه في نفسها ومتضايقه. طب وليه على ايه؟ لما بتبصي في المرايه على ايه بتلاقي نفسك جميله وبشرتك حلوه وشكلها نار، انت بيبقى عندك كونفيدنت، واثقه في نفسك. طبعا ده مهم قوي. طبعا انت لما شعرك بيقع حتى ولا بتبقي متضايقه اي حاجه، سبحان الله برضو المراه دي يعني اي كائن رقيق، اي حاجه بتاثر فيها يعني شوفي ازاي بجد، بتلاقيها مثلا طلع لها حبايه تفضل 3 ايام اعصابها بايظه من الحبايه اللي مضايقاها في وشها، في حاجات بتطلع بسيطة. فطبعا كريم الذهب ماسي دوروجول بيشتغل زي ما انا قلت، بيحفز الدورة الدموية، بيشتغل على صبغة الميلانين، وبالتالي التصبغات دي بتقل بعد فترة من الاستخدام، بتلاقيها ابتدت تقل تقل لحد ما بتنتهي تماما. والناس اللي عايزة تفتحي يا دكتور هند وتفتحي لونها يفتح، ده احسن كريم ممكن تستخدميه وتشوفي خلال 6 شهور بقى، يعني ابدأي اشتري الكريم مثلا دلوقتي، كمان 6 شهور شوفي بقى شكلك قدام المراية ولونك قدام المراية. اللون ده مهم جدا، الوايتنينج يعني شوفي على فكره اصل اللون التفتيح ده حلو بيضه او سمراء، انت طبعاً بتحبي تبقي بشرتك من غير ميك اب فاتحه جلو. هو هي الفكره في ايه، انك مش هتبقي سمراء، مش هتكوني سمراء وتبقي بلوند، مش هتبقي كده، بس احنا طول ما احنا عايشين وفي شوائب، بتبقى في شوائب تحت الجلد، عايزه وشك ناقص في مشاكل، كل الحاجات دي بتغمق وبتطفي. صح، الميك اب بيغمق وبيطفي مع الوقت، يعني الصهد بتاع لا وانت واقفه بتعملي الاكل والحاجات دي ده بيغمق على فكره، مش شرط تطلعي في الشمس. ايوه الصهد ده بيغمق بتوع الاكل بتاع وانت واقفه بتعملي الاكل ده بتطبخي ده بيغمق. وانت خارجه في الشارع والزياده بتغمق، وانت خارجه في الشارع ماشيه كده والعوادم السيارات كل الحاجات التلوث دي التلوث دي، فكل الحاجات دي بتاثر علينا، فتلاقي نفسك انت شكلك او بعدين تلاقي نفسك على فكره في سن صغير وشكلك باين ان هو اكبر من سنك. سن مثلا تلاقيها على فكره في العشرينات وممكن تديها تلاتينات كتير وتلاتينات، وبسوي تلاتينات وتديها بتخليكي برضه في التلاتينات ما بتبعديش في الدنيا يعني في القريب برضه، بس برضه انت بتبقي في ماسي دورو جولد احنا عايزين نكون اصغر 10 سنين بالظبط، يعني عايزه ان انا شكلي يبان اصغر. طب يبان اصغر ليه؟ لان احنا كمان عندنا ماده موجوده في ماسي دورو جولد اسمها صوديوم هيارنت، والماده دي من ضمن المواد اللي بتدخل على البشره وبتقدر تمتص في البشره جامد وبتتحد مع الميه وبتعمل بلومبنج او الخلايا كده، تلاقيها الخلايا ادت فوليوم كده فبتدي نضاره، تلاقي بشرتك مورده مورده. يعني البشره هو انت ساعات اللي يقولوا هو انت حقنه فيلر، هو أيوة. انت عامله ما بتبقاش حقنه ولا عامله اي حاجه، انا دايما بسالك اقول بره تسالني وانت حق انت حقنه فيلر ما بعمل حاجه انت حقنه فيلر، اللي يصدق يصدق واللي ما يصدقش ما يصدقش. بس فعلا انا بستخدم ماسي من زمان من اول ما طلع، انا عارف يعني على طول يوميا، فده عمل معايا بيعمل معايا فرق فظيع. طبعا هو بيعمل فعلا تحسي ان بشره ملت بعد فتره، الاحتفاظ بالميه ده مخلي الخليه، هي الخليه سبحان الله هو الكافيار كمان
في ميزه جميله جدا، الكافيار الخليه بتاعته شبه الخليه بتاعه الجلد. يعني الكافيار الخليه بتاعته زي السكنسل، هم لقوا كده. فشوفي سبحان الله لما يكون كده الكافيار ده الخليه بتاعته ميه وبروتين وشبه الخليه الجلديه بتاعه الجلد، فامتصاصه لما بيزيد في البشره جدا طبعا ده بيخليه اول حاجه بيزيد امتصاصه في البشره بطريقه سهله سلسه. تاني حاجه لان تقنيه النانو تكنولوجي الموجوده في ماسي دورا جولد برضو من التقنيات اللي مخليه الموضوع يجيب نتيجه فتره قصيره. في فتره قصيره. قصيره. ومن المعروف اصلا الكولاجين ريموديلنج بيبتدي بيحصل ترتيب للكولاجين ويبقى باين جدا في بشرتك بعد ما يحصل اي علاج من 4 لـ5 شهور، فكل تمام. ده انت بتشوفيه جرادولي. الكريم تاثيره اكيميليتيف، تاثيره تراكمي. مع الوقت يا جماعة. يمكن في ناس كتيرة دكتور هند تقولك ايه، طب هو ايه فرقه عن البوتوكس والفيلر؟ يعني طالما انتوا بتقولوا انه في المادة بتاعت الكافيار بتاعت السوري اللي هي بتتحقن في الفيلر اللي هي الهايلورونيك أسيد، وفي حاجة اللي هي زي البوتوكس، صح كده؟ مظبوط. طيب بيقولوا طب هو انا ممكن استغنى عن البوتوكس والفيلر بماسي درو جولد؟ انا هقولك على حاجة، لو انت عندك فاين لاينز بسيطة، تجاعيد بسيطة خالص، ممكن تستخدميه. يعني انت في الاول خالص كده والدنيا عندك بسيط ممكن يعالج ويكمل. زي ايه؟ ما احنا نقول لهم عشان في ناس عندها تجاعيد. يعني في عندنا فاين لاينز مثلا حصلت نتيجه الخطوط التعبيريه اللي حاصله من التعابير بتاعه وشنا. ان انا مثلا اعمل كده، ان انا اعمل كده، ان انا اضحك، كل ده اللاف لاينز، اللاينز بتاعه الجبين، اللاينز اللي حوالين العين، كل ده الفاين لاينز اللي جايه نتيجه الخطوط التعبيريه. فده في ماده شبه لايك البوتوكس، هي بوتوكس ان جار، ودي اللي اتكلم عنها حتى دكتور اوز بره. فشوفي بقى دي عملت احدث صيحات في عالم الكوزماتكس. فالماده دي بتقدر انها تقدر تعمل تاثير البوتوكس، بتعمل ماسل، الماسل دي تعمل لها ريلاكسنج. فبالتالي ايه، انا طول ما انا بعمل كده، طول ما انا بعمل كده على طول دي موجوده عندي وعلى طول كده، ده حاجه بقى ده في ناس كده، انا كده يعني. فدي هتخلي ايه الفاين لاينز دي في خلال ال6 شهور. بس في ناس بقى لا، من غير ما تعمل الحركات دي هي بتفضل ثابته عندها. في ناس عندها دي اللي انت تقصديها. الناس بقى تجاعيد عميقه. يعني ناس عندها رينكلز جامده قوي، ممكن بقى انا اعمل ايه؟ ممكن انا هعمل حاجه جميله قوي يا يمنى، اعمل فيلر برضو. خدي بالك كمان اصل الموضوع بيكون نفسي، هي عايزه حاجه، اللي عايزه تحقن على طول بتبقى عايزه حاجه تغير شكلها حالا. يعني انا عايزه اروح للدكتور ومش مستنيه، لا في ناس بتبقى كده، بتبقى عايزه حالا الحقن ايميديتلي، انت بيبان الفوليوم اللي انت بتاخديه. انما مع ماسي دورو جولد احنا في ناس كمان ما بتحبش الحقن، بتخاف. وفي ناس عارفه انه الفيلر مثلا بيقعد 4 شهور أو 5 شهور وبيروح. طب ماسي ماسي كل يوم النتيجه بتزيد، يعني ده عكس ده معاكي. يعني انت في الفيلر والبوتوكس هتحقني، هيبان معاكي النتيجه، هتفضلي تحقني. طبعا هتفضلي تحقني، بس هتبان معاكي النتيجه في ساعتها. بس يوم والتاني والتالت، شهر واتنين، هتلاقي النتيجه بتقل، تنزل. ماسي بقى انت النتيجه بتطلع معاكي، طبعا بتطلع. التأثير بقى كل يوم بنستخدم، كل يوم بتشوفي، غير لما تستخدمي حاجه مره واحده. حتى كل سبحان الله، قيسي كده على كل حاجه، قيسي كده حتى في تغذيه مظبوطه. لو واحده بتعمل ريجيم او دايت وعايزه تخس من غير ما وشها يبقى تعبان او من غير، فبتمشي على نظام نيوتريشن، غذاء معين تقدر تخس بيه، لكن زي ما هي تفضل جميله، ما يبانش عليها انها يا عيني دي ضل قوي ودي تعبانه وما بتاكلش، شكلها عدم. لا يعني بتبقي ماشيه النيوتريشن بتاعك سليم، وبعد فتره بتشوفي بقى كده. فاي حاجه في الدنيا تاثيرها عشان يبقى يعني النتيجه بتاعتها قويه وجميله وتعيش معاكي، زي حد بيشتغل على نفسه. صح. تلاقيهم في الجيم بيشتغلوا قوي ومن كل قلبهم، وبياخدوا وقت شهور علشان يقدر يعمل لك الماسلز ويقدر يبنيها ويقدر يبقى شكله بادي بيلدر مثلا، او حتى حد عايز يقوي العضلات بتاعته. فالحاجات دي بتاخد وقت، فاي حاجه في الدنيا اديها وقتها تديكي نتيجه اجمل. وشهر واتنين وثلاثة هم بيحسوا بالتحسن مع طبعاً الوقت. طبعا بيحسوا بالتحسن. لحد ال6 شهور انتهاء الكورس بتكون كل المشاكل تقريبا اتعالجت. بيجيبوه تاني. خلاص بيبقى لايف ستايل. بيبقى خلاص لايف ستايل. هو ده اللي انا عايزه اقوله، هو الكريم عموما لايف ستايل. واللي مش عاوزه تاني هيجوا يقولوا لك طب انا ما معيش فلوس اجيبه تاني. اعمل ايه؟ خلاص المشاكل هتظهر تاني؟ لا احنا خلاص المشاكل ادم في مشاكل وتعالجت خلاص انتهى. بس انت كمان لازم احنا
انا وانتي لازم نكون عاملين مع بعض نساند بعض. يعني بمعنى ايه؟ يعني مثلا دلوقتي حد طول الوقت بيتعرض للشمس، طب ماسي دورو جولد فيه سان بروتكشن بيحمي من الشمس، انا حميتك من تعرض الحاجات الالترا فايولت ايه والالترا فايولت بي، الحاجات الضاره انا حميتك منها. طب انتي بعد الفتره دي البقعه دي راحت، هل انتي قادره بقى تستمري على النظام مظبوط وتحافظي على جلدك؟ بالظبط. لو قادره اوكي، لو انتي مش قادره او ظروفك مش هتحسي ان انتي الدنيا هتتعك تاني، لا يبقى لازم تفضلي ماشية عليه. طبعا انتي عارفة زي بالظبط ايه يعني، هو الجمال اهتمام. صحيح. الجمال صحيح. اهتمام مفيش بالزبط. كلام ده ممكن تكون واحدة جميلة وزي القمر بس مش مهتمة بنفسها خالص. صح. فتقولي دي بعد بقى، حتى دايما لما بيجوا مثلا يعملوا ميكينج تخليها بقى ترجع تاني يلبسوا يعملوا والتغيير ويغيروا لك شعرك وكل الكلام ده، انت بتتخضي بتقولي هي دي هي دي. اه هي دي هي دي دي هي دي بس هي دي, هي دي, دي. بس لبست وظبطت نفسها وعملت شعرها وحطت ميك اب حلو والاساس ظبطته فتره قصيره فبقت هي دي. انا ما جبتش واحده تانية. تقدري تبقي ملكه جمال والله. بالزبط. تقدري تقدري اهتمام. شويه بالزبط. اهتمام شويه ده الاهتمام ده مهم جدا طبعا أكيد. يعني شويه اهتمام صحيح. فماسي دورو جولد بيخلي عندك انت عندك روتين يومي من الاستخدام، لازم تستخدميه كل يوم. علشان انا بتكلم في ايه، تبقى هي دي النتيجه على طول، ما يبقاش مثلا انت وقفتي الكريم. انت وقفتي الكريم، هل مثلا ينفع ان انا هقول لك زي ايه، هل انت هتساعديني زي مثلا واحده هي عامله ريجيم، هل انا بعد ما وقفت الدايت اقول لك بقى انت هتبقي ذهبت على كده امتى؟ لو انت بعدتي عن الدهون ما اكلتيش حاجه فرايد وحافظتي حفظي. فلازم تحافظي، كلتي هتتخني. بالظبط كده، هي اي حاجه، لان احنا بالزبط. بشر ولان احنا الحاجات اللي احنا بنستخدمها دي استخدامنا ليها يومي. سو انا اللي انا دايما اقوله، اهم حاجه ان احنا لما نيجي نحافظ على جمالنا ونهتم بيه جدا، نراعي ان احنا كمان في حاجه ماسي دورو جولد اراعي جدا وانا بستخدمه، ان انا ما احطش مثلا ما احطوش بالليل قبل ما انام وما اكونش ماسحه ميك اب. لا ما يتخافش. في ناس مثلا ممكن تقول ايه، انا مثلا راجعه تعبانه من الشغل وعايزه تخلص يا سلام يا سلام كده لا طبعا ده الميك اب ده بيقفل المسام خالص. راجعه تقول كده هيمتص ازاي يعني. بالظبط. فلازم في حاجات كده معينه نراعيها في استخدام الكريم علشان فعلا يجيب النتيجه اللي احنا عايزينها. الماسي دورو جولد بتحط مساء صباحا ومساء. في ناس بتستخدمه مساء بس انا عن نفسي بحب استخدمه صباحا ومساء علشان الافكت. انا ببقى مثلا نازله، انت مثلا نازله الصبح عندك جامعه عندك شغل، فبتستخدمي الكريم وبعدين بقى تحط شويه بلاشر بامبي كده من الروج هنا وهنا سريعا. يا دي البامبي يا دي البامبي ده البامبي اللي عامل لنا قلق ده. البامبي كده سريعا كده وكده زي ما انا بعمل يعني ببقى عايزه اخلص، فده بيدي جلو. انت عارفه الميزه ايه؟ ان انت تبقي عايزه حاجه تديكي شويه جلو كده وتديكي شويه لمعه. عشان اللمعه انا بحب اللمعه الموضوع انا عارفه. مع ان الميك اب في الفتره الاخيره شوفي بقى هقول لك على حاجه، شوفي لمعه كانوا كل اصحابي انت بتحبي قوي الوش بيلمع ونضر ده كله دلوقتي بقى. دلوقتي شوفي الميك اب كله دلوقتي بقى فيه جلاتر وبقى حاجات تدي زو وتعمل ميرورنج وكل الكلام ده. طب شوفوا بقى انت بتستخدمي الكريم ما بتبقيش بقى محتاجه ان انت لا تحطي بقى مثلا هنا جلاتر ولا تحطي حاجات تعمل ميرورنج ولا تديكي جلو. هو الكريم في اللمعه الطبيعيه او النضاره اللي انت عايزاها لبشرتك. فماسي دورو جولد الموضوع ده يعني احنا حابين جدا ان احنا ليه بقى، لان هو ده اللي بيدي زي ما قلنا الصحه والجمال والنضاره، فبيبقى شكلك احلى. اكيد. احنا عندنا تقرير، بس قبل التقرير عاوز افكر الناس بالعرض اللي انتوا عاملينه. احنا عندنا عرض 30% على ماسي دورو جولد. والعرض ده حتى طبعا نفاذ الكميه ان شاء الله محدودة. كل الناس ان شاء الله كل الناس اللي بتحب ماسي دورو جولد او اللي هي جربته قبل كده تقدر انها، والناس اللي ما جربتوش انا برضو حابه ان هم يجربوه عشان العرض. خاصة هما الناس عارفة ماسي دورو جولد كريم عامل ازاي طبعا. فلما العرض ينزل عليه اكيد في ناس كتير قوي تبقى حابة انها تاخد اللوك اللي انا بتكلم عليه. طيب نروح للتقرير. يلا بينا. يلا تفضلوا. ماسي دورو جولد خبراء العناية بالبشرة قبل التحدي وقررنا نخوض تجربة صعبة جدا لاختيار نماذج وشخصيات من الناس، وكمان صعبة في توقيتها لأنها ببساطة بترصد تأثير الكريم على البشرة على مدار سنة كاملة. فريق عمل ماسي عمل التقرير ده في 12 شهر. حاجة صعبة مش كده؟ أنا عندي مشاكل كتير قوي في بشرتي وجربت حلول كتيرة وما نفعتش لحد ما شفت إعلان ماسي دورو جولد.
فقررت ان انا استعمله وباذن الله هيجيب نتيجه كويسه. عندي مشاكل كتير في بشرتي، استخدمت علاج كتير ما جابش معايا اي نتيجه، صاحبتي نصحوني استخدم ماسي دورو جول وان شاء الله هستخدمه واوريكم النتيجه. انا عندي مشاكل كتير في بشرتي، فاصحابي نصحوني ان استخدم كريم ماسي دورو جول وان شاء الله هستخدمه هيجيب معايا نتيجه جيده. كان هدف التجربة إظهار تأثير الكريم مش بس على موديل جميلة، لا، كمان الهدف الأكبر إنه يظهر تأثيره على نماذج عادية بتحلم بالشباب الدائم والرضا عن مظهرها وشكلها. بعد استخدامي للكريم لمدة 6 شهور حسب تحسن رهيب، وإن شاء الله هستمر عليه لغاية ما أرجع بعمري 10 سنين ورا. ونصيحة لكل السيدات يستخدموه. أنا الحمد لله بعد استخدامي للكريم ب6 شهور حاسس بتحسن أكتر، وإن شاء الله بعد ما أخلص الكورس هرجع بشكل 10 سنين فاتوا وأكتر. أنا استخدمت كريم لمدة 6 شهور والحمد لله جايب نتيجة كويسة جدا معايا وهايلة، وبنصح كل ست تجربه وهتحس أكيد بالفرق جامد، ولسه هكمل الكورس. الفرق واضح جدا بعد استخدام ماسي دورو جولد، وأكيد زي ما هو معروف ممكن استخدامه على الوجه والرقبة، وكمان ممكن نستخدمه على أي جزء من الجسم محتاجين إنه يظهر بالشكل اللي بنحلم بيه. بعد استخدام الماسي دورو جولد على وشي هي دي النتيجة، وأنا راضي عليها جدا، بس اكتشفت إن في فرق كبير بين إيدي ووشي، فعشان كده إن شاء الله هستخدمها على إيدي. نماذج مختلفة اختارت ماسي دورو جولد، وأكيد جدور عليك علشان تقرر استخدام ماسي دورو جولد. بعد استخدام الماسي دي النتيجة اللي أنا وصلت لها وأنا راضي عنها جدا، وبنصح كل الناس يستخدموه. بعد استخدام الماسي دورو جولد لمدة سنة حسيت بنتيجة مبهرة، وبنصح كل الناس باستخدام ماسي دورو جولد. بعد استخدام الماسي دورو جولد هي دي النتيجة أنا راضي عليها قوي، وبنصح كل السيدات باستخدامه. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. ماسي دورو جول 10 سنوات أصغر. دكتورة هند، يمكن النماذج اللي شفناها في التقرير دي نماذج حية، سيدات زيها زي معظم السيدات اللي بتتفرج علينا، ولا جايبين نجمات اهو مجتمع ولا معرفش ايه ولا شريحة معينة، ولا طبعا ناس طبيعية جدا ناس عادية جدا، قد ايه شايفين هم مبسوطين بالنتيجه، قد ايه شايفين الاختلاف كمان على وشهم باين قوي بشكل كبير. طبعا هو في التقرير ده انت شفتي نماذج مختلفه، وكمان شفتي راجل يعني في رجال اهو بيبتدوا ان هم في الفتره الاخيره الاهتمام برضو كمان حابين ان هم طبعاً. مش عايزين سنهم يبان طبعا، هتلاقي مش ليه هو ما كانش زمان كده. انا نفسي اعرف كان زمان كده. لا مش عارفه كان في زمان. انا دلوقتي بحس ان الرجاله لا، اي حاجه لو كريم بيصغر هاتي، لو بيطلع الشعر اعملي. ما كانش الرجاله اختلفت الاجيال دي. خليني ساكته بقى بس. ماشي اوكي، هو من حقهم برضو يا دكتوره هند. من حقهم طبعا برضو. من حقهم، بس انا يعني ايه، خليني اقول لك في التقرير كان في راجل، كان باين عنده جدا عنده هنا في الفورهيد كان في خطوط رفيعه كتير، والخطوط الرفيعه دي بعد 6 شهور من استخدام الكريم راحت. دي كانت نتيجه العضلات، الخطوط التعبيريه الناتجه نتيجه العضله بتاعه العضلات تعبير الوجه يعني. وبعدين كان في كمان سيده هنا كان باين عندها جدا دول الخطوط دي طبعا بعد 6 شهور كاملين يعني، مثلا دي مش مثلا مش بعد 3 ايام ولا 6 ايام. وفي ناس كمان قعدت سنه كامله بتكمل انها تستخدم الكريم، واستخدمته لمده سنه علشان خاطر تتابع وتشوف تكمل. هو على فكره اللي بيستخدم الكريم، هو عموما انت لما بتستخدمي الكريم هتفضلي مستمره، لان انت كمان خدي بالك هو الكريم 120 يعني هتحبوه. هتحبيه. لو جربتوا ماسي دورو جولد انا متاكده ان انتوا هتحبوه جدا، لان هو يعني عارفه هو بيحلي بنعومه وجمال وبيدي كده جاذبيه.
انت نفسك هتعجبي بنفسك جدا لما تبصي في المرايه. وبعدين كمان الكريم هيكفي معاكي يا يمنى 6 شهور. ده 120 ملي. 120 ملي يعني الكريم 120 ملي. انتوا عارفين 120 ملي دي يعني ايه؟ يعني بنشوف منتجات كتير بتبقى صغيره قد كده، بيبقى 50 مثلا وتلاقيها باضعاف او 30، لكن ده بيبقى ده 120 ملي. ف 120 ملي ده يقعد معاكي 6 شهور. انت عارفه في الست شهور دول لو انت كل يوم بتستخدمي الكريم، انا شايفه ان ده كريم يعني منتج كبير، مش يعني حجمه مش صغير. صحيح. فاحنا لو استخدمنا الكريم ده يوميا لمده 6 شهور لا انتوا هتشوفوا النتيجه يعني. طبعا فهنا كان في عندها خطوط، ابتدت الخطوط دي بعد استخدامها للكريم ممكن قعدت اكتر كمان تستخدم الكريم، قعدت سنه والكريم ابتدى وشها يتحسن قوي وفتح، والاثار بتاعت التصبغات راحت كله ده راح. فده اللي انا بتكلم فيه. كمان الكريم في ميزه برضو يعني انا شايفاها انها من ضمن الحاجات الجميله جدا اللي موجوده، العناصر اللي موجوده في الكريم، انه في ماده اسمها سيراميد. السيراميد بقى ده يشد لك البشره، يشدها بقى لو في هنا شويه جلد كده، يشد بقى البشره لو في هنا شويه كرمشه بتاع الحاجات اللي بنشوفها. احنا عايزين نشد البشره وبيحافظ على الترطيب بتاع الميه تحت الجلد. فانت بشرتك تبقى لما تكون مترطبه والميه موجوده في الخلايا تحت الجلد وانت في ميه في بشرتك، فتلاقي بشرتك بنت اصغر 10 سنين. احنا عايزين نقول لهم السكس اكشنز، وريهم هي السكس اكشنز بقى. طبعا موجودين على العلبه. الكريم انتي رينكل، انتي ايج، بيعمل وايتنينج بالعربي بقى بالعربي. هقول لكم بيعمل مضاد للتجاعيد ومضاد للتقدم في العمر، هقول كله بقى وبعدين هبتدي افصص الدنيا. ومضاد للتقدم في العمر ومبيض للبشره ومرطب للجلد ومغذي للبشره وبيعمل على شد الوجه. شوفي دول كلهم كل ده طيب. في كريم واحد، في كريم واحد. احنا قلنا التبييض ده ان احنا نبيض بشرتنا، دي حاجه كل الناس محتاجاها. يعني في مجرد انت بشرتك ما تفتحي شويه واي اثار موجوده بتروح واثار حبوب بتروح وكل الكلام ده، انت نفسيتك بتبقى فوق. احنا عايزين نقول ان هو معالج كمان، هو عشان كده انا بقول بيحسن الكواليتي بتاعت الجلد بالظبط. فالحاجات دي بتروح بعد استخدام المنتج. طيب ايه تاني عندنا؟ السيراميد. السيراميد يقول لك يعني بيعمل ايه؟ هولد ذا تيشو توجذر، يخلي الخليه مشدوده. ودي بقى في حاجات انا بحبها جدا يعني. كريم يبقى اكتف والمحتويات بتاعته تقدر تخترق الجلد، يبقى احنا عايزين تقنيه النانو تكنولوجي. ايوه اللي موجوده. انا دلوقتي لما بكون في ماركت ولا حاجه ببص هو معمول بايه، ده نانو تكنولوجي ولا مش بالنانو؟ مش بالنانو هعرف ان انا مش كله معمول بالنانو. دي تقنيه حديثه جدا، تقنيه حديثه جدا بتستخدمها المنتجات القويه بس بالظبط. ففي ماسي دورو جولد التقنيه بتاعت النانو تكنولوجي دي فادت كتير جدا. ان انت لما بتستخدمي التقنيه دي البشره بتسحب المنتج كله، بتسحب المحتويات بتاعته، فانت بتستفادي ذا ماكسيمم افكت بتاخديه. بمعنى انه جزيئاته صغيره جدا يا جماعه، معموله صغير قوي عشان تقدر كلها تخترق الجلد، مش هيزيت على البشره، مش هيسيب طبقه دهنيه. لا طبقه دهنيه دي منزعجه من اي حاجه. احنا عاوزين نقول للساده المشاهدين ان ميسي دورو جولد منتج مرخص. مرخص وده مهم جدا انكم قبل ما تشتروا اي حاجه تبقوا متاكدين من ترخيصها. طبعا مرخص، المنتج مرخص من 3 جهات مختلفة. المنتج مرخص من وزارة الصحة المصرية ومن الاتحاد الأوروبي ومن حكومة دبي. 3 تصاريح يعني مرة يعني على حاجات كتير. مرة على حاجات وده مش سهل انه منتج ياخد التصاريح دي كلها. معنى كده ده معناه قمة الثقة والأمان. وده مهم جدا. صحيح. كمان للكاستمر لما بيجي يشتري المنتج يبقى عارف 3 تصاريح 3 جهات مختلفة، يعني انت تستخدمي منتج وانت مغمضة عينك. صحيح. طب كيفية التواصل معاكم بتكون ازاي دكتورة؟ طبعا احنا دايما عندنا كول سنتر على مدار ال 24 ساعة. بنبقى بنرد على التليفونات واستفساراتكم دايما تهمنا طبعا، والآراء دي مهمة جدا. بصي واحنا دايما في ماسي فارم بنحاول نطور نفسنا طول الوقت برضو ارضاء للكاستمرز. احنا عايزين كل الناس تعرف يعني ماسي دورو جولد ليه عمل الصيحه دي. صح. ليه مؤخرا الناس كلها بتتكلم عنه ده؟ احنا حابين ان احنا نشوف الناس لما تستخدمه ده مهم، الفيدباك ده مهم جدا. ما هو الناس بتتكلم والناس معنى كده ان الناس مبسوطه. اصل ما فيش حاجه وحشه وهتحقق الانتشار ده كله وهتستمر. طبعا الحاجه دايما الجيده الكويسه هي اللي بتثبت نفسها. طبعا. وهي اللي بتكمل وهي اللي الناس كلها بتبقى بتتكلم عنها. مظبوط. صح ولا غلط؟ دي حقيقه. كمان ليكوا فروع في اماكن كتير؟ طبعا احنا عندنا فروع، احنا عندنا ماسي فارم ايجيبت هنا في القاهره، وعندنا ماسي فارم في دبي في جبل علي، وعندنا ماسي فارم ان شاء الله في امريكا.
فاحنا عندنا فروق طبعا. ماسي فارم ايطالي هو ايطالي هو الصورة. ايطالي في ماسي فارم ايطالي. انا طبعا ما شاء الله احنا عشان الفروع بتاعتنا ف طيب انتوا كمان احنا هنفكر الناس بالعرض قبل ما ندخل على حاجه تانية بقى. العرض احنا عندنا عرض على ماسي دورو جولد 30%. وال30% ده الناس اللي عارفين ماسي كويس عارفين ان 30% ده هو اكبر خصم نزل على ماسي فارم في على ماسي دورو جولد. فده يعني انا دايما عايزه افكر الناس فعلا بالعرض ده يعني هيستفيدوا منه. طيب عملتوا بقى حاجه كمان للشعر يعني بصراحه نجدتونا وانقذتونا وعلى نفس مستوى ماسي دورو جولد. ايوه عملتوا ماسي هير من انتاج برضو شركه ماسي فار. مظبوط. نطلع كده العلبه بقى ونتكلم ونشوف ايه اخبار ماسي هير. يعني انا شايف برضو العبوه كبيره. ها العبوه كبيره 200 مل دي تقريبا. العبوه كبيره. كلميني بقى شويه هكلمك بقى وفوائد ماسي هير. احنا كلنا عاده يعني اما بتبقى عندنا مشاكل يا اما في بشرتنا يا اما في شعرنا. ايوه صح. فانتوا خدتوا الحاجتين المهمين وكلنا بيكون عندنا الاثنين وساعات الاثنين يعني ساعات الاثنين. شوفوا ماسي هير انا طبعا هو ليه 6 اكشنز بالظبط زي ماسي دورو جولد معمول بنفس التقنيه. هو كمان معمول بتقنيه النانو تكنولوجي. والتقنيه دي تخليكي بصي زي ما قلت لك نانو تكنولوجي دي مخليه ان انت تبقي وانت بتستخدمي السبراي هو سبراي فوانت بتستخدميه رش وانت بتستخدميه بتبقي سعيده جدا ان ايه الموضوع ده مش هيزيت لك شعرك. لا ده هو ميه بصي شفته عامل زي الميه وريحته حلوه جدا. انا بستخدمه حلوه جدا. ريحته حلوه قوي وعامل زي الميه مفيش اي هتحطيه وتخرجي عادي جدا لو انت مش محجبه. وانا حاطه منه هو الفكره. أنا على فكره انا برضه حاطه قبل ما اجي. لازم هو لازم طبعا عشان خاطر انا كمان اقول لكم ان في ميزه حلوه قوي ماسي هير. في ماسي هير لما بتعملي كده انت بتغلفي الشعره لان احنا عندنا في بانسينول فالبانسينول بيديكي 10% فوليوم يديكي فوليوم لشعرك تحسي ان شعرك في تقل كده. ودي ميزه مهمه جدا موجوده في ماسي هير. ماسي هير احنا كنا من راي ايه الحاجات اللي بتهم كل امراه هي عايزه ايه. في حاجات طبعا مشاكل بتضايقها زي ان الشعر يقع على طول ودي بقى طبعا ناس كتير تساقط الشعر بيحصل. فاحنا في ماسي هير كنا تركيزنا كله ان احنا ازاي اول حاجه نوقف تساقط الشعر. حلوه قوي ودي اهم حاجه بصراحه. تساقط الشعر انت طول ما انت كنت بتقعدي كنت بتلاقي الشعر كله بينزل عليكي. وبعدين احنا كمان بنعمل فير كتير وسشوار كتير دايما وبنصبغ الشعر كتير. يعني الشعر ده دايما وشنا تعبير وشعرنا يعني احنا كله كله ظالمين شعرنا وظالمين يعني الشعر ده على طول بيتعامل. فعلشان انت تعملي شعرك كده اكيد شعرك السخونه دي هتاثر عليه واكيد هيتلف. كمان لو انت عندك كهومنا في عندك الهيشان. بالمناسبه انا بحب الشعر الكيرلي عليكي قوي. والله ميرسي. انت دايما تقولي كده الكيرلي جميل عليكي. انت قمر يا دكتوره هند. ربنا يخليكي انت اجمل. هنقعد نجامل بقى بعض ولا لا بس دي حقيقه. ما هو دي انا لازم اقول حقيقه برضه ما اقدرش يعني اقول حاجه ثانيه ازاي. طيب بتقولي الهيشان بتاع الشعر بيعمل فيه ايه؟ بيخليكي شعرك بقى مش هايش. يعني بيعمل كوتنج بيغلف الشعرايه. فالحاجات التقصيف ده كله بيروح بقى بعد بقى قد ايه من الاستخدام. انت بتبتدي تشوفي ماسي هير هيعمل في شعرك ايه بعد الاسبوع الرابع. اوكي يعني في بعد الاسبوع الرابع الاسبوع الرابع الهيشان ده هتلاقيه قل تماما. انت بتعملي السبراي ده على شعرك. كمان لما نيجي نستخدم السبراي عايزين نعمله نستخدمه على فروه راسنا ناشفه على فروه راسنا ناشفه وتعملي برضو مساج حاولي طول الوقت تدلكي فروه الراس. فبيحسن الدوره الدمويه وبالتالي لما الدوره الدمويه بتتحسن التغذيه بتزيد. التغذيه لبصيلات الشعر بتزيد فبيطلع شعر اكتر. يعني الناس اللي شعرها خفيف هيتقل بتحطه بقى دايما تركز على الاماكن اللي هي فيها فراغات. تزودي في الاماكن دي اللي فيها فراغات هتلاقي البيبي هير بيطلع معاكي بعد الاسبوع الرابع بدايته. حلو قوي البيبي هير اللي هو الشعر الصغير ده. ده ما يطلع اعرفوا ان انتوا كده ماشيين صح. تعرفوا كده المنتج حلو جدا بالظبط. وبعدين كمان في ميزه جميله جدا انه بيأخر نمو الشعر الابيض. هايل دي بقى ميزه يعني مش الناس موجوده في اي حاجه على جوجل تفضل تدور عامل ايه غير الصبغه عشان كده. فالروزماري اللي موجود في ماسي دورو جولد من الحاجات الجميله في ماسي هير من الحاجات الجميله اللي بتخلي الشعر الابيض يقل ان هو يطلع.
بتقلل من نمو الشعر الابيض. فدي طبعا انا عارفه ان كل الستات وكل الرجاله دلوقتي برضو مفيش حد حابب الشعر الابيض ده. انت سن صغير ممكن يديك سن اكبر ممكن بشوف في العشرينات بنات عشرينات وطالعه في العشرينات وطالعه فبتبقي انت بتبقي متضايقه. فماسي هير بيقدر يعمل كده, بيقدر ان هو ياخر نمو الشعر الابيض, بيقدر يديكي فوليوم علشان البانسينول الموجود فيه لما بيحسن التغذيه لان فيه كافيين. فلما بيحسن التغذيه بتاعه الشعر بالتالي انت البصيلات بتاعتك شعرك هيحصل لها نورشنج وهتتغذى, هيبقى فيه تغذيه كويسه. كمان سابالميتو اللي موجود والعشبه دي بتوقف تساقط الشعر بعد فتره من استخدامنا الماسي هير. والاهم بقى من كل ده ان ماسي هير دلوقتي عليه عرض 18%. حلو قوي كمان. ده بقى اهم حاجه الناس متابعه على العروض, مستنيين العروض فعليه عرض 18% وماسي دورو جولد عليه عرض 30%. ولو الناس بتكلمنا علشان ياخدوا الاثنين مع بعض في اوفر بقى مش هقوله معاكي, هم هيعرفوه مني لما يتكلموا. يعني في اوفر زياده زياده على مع الاثنين لو اخدوا الاثنين. لو اخدوا الاثنين طب شوفي بقى قوي. يعني ماسي فارم عامله 30% هنا و18% هنا وعليهم خصم كمان لو اخدتهم الاثنين مع بعض. عليهم خصم. فده انتم مدلعين مدلعين الناس الفتره الاخيره دي يعني بصراحه. لان في ناس فعلا بجد بتبقى نفسها, ناس كتيره كان بيبقى نفسها تشتري المنتج ومستنيه ينزل عليه اوفر. اي حد على فكره طبيعي, انا من الناس لما يكون في سيل في مكان معين وحاجه حباها كل الناس بتروح للسيل. كلنا بنعمل كده على يعني فكره, كل الناس بتروح لاي منتج عليه اوفر بتبقى انت خاصه لو حاجه انت نفسك فيها من زمان ومستنياها تسمعي عنها لقيتي عليها سيل ده جري طبعا اروح اجيبها. تسمعي عنها ودايما فاهمه ان هو كريم الاحلام او كريم الستارز وانت نفسك ان انت تجيبيه. بيبعتوا لي ناس عاديه جدا على الفيسبوك, ناس زي الفل شبه امهاتنا وشبه اخواتنا, ناس طبيعيين ستات بيوت وموظفات. كمان دلوقتي زادوا لما العرض نزل. لا هم من زمان يعني الناس اللي متابعين يعني المتابعين يعني كل الناس من حقها انها تجرب وتتجمل. ايه المشكله يعني لكن دلوقتي عادي. دلوقتي انت مش بتروحي عند اي دكتور وبتحقني فيلر يعني. الموضوع حتى لما كان بيحصل قبل كده اي بتروحي دلوقتي في صيحه في التغيير في عالم التجميل. صحيح صحيح. بمناسبه الفيلر كمان البنت او الناس اللي بتعمل فيلر ممكن تحط ماسي دورو جولد على بشرتها طبعا ما يتعرضش ويزود تاثيره اكيد يعني يقعد معاكي فتره اطول. انا بشكرك على وجودك معايا دكتوره هند ضيفتي العزيزه دكتوره هند نصير. حلقتنا خلصت, شوفونا يوميا 3 عصرا والاعاده بتكون 10 مساء وتاني يوم الساعه 12 ظهرا. يا رب نكون دايما ضيوف خفاف على حضراتكم. اشوفكم بكره ان شاء الله وانتم في احسن صحه وفي احسن حال. كنت معكم يوم نطولان. سلام عليكم. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم, يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Maci Doro Gold can bring back the beauty of your face and neck. Maci Doro Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Maci Doro Gold مرخص من حكومات دبي الإمارات. Maci Doro Gold خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Maci Doro Gold is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturizing, nourishing and facelifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً ب10 سنوات. From the first apply of Maci Doro Gold, your skin will look radiantly softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي
ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم غولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب.